التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالأردن. كما التقى الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتناول اللقاء تطورات الجهود المشتركة لوقف الحرب في غزة. كذلك عقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني قمة ثلاثية لبحث تطورات القضية الفلسطينية. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يعقد بالأردن بدعوة مشتركة من السيد الرئيس والعاهل الأردني وأمين عام الأمم المتحدة. وعلى هامش القمة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن. اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، إيمانا من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع. كما شدد الزعيمان على رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ودعوتهما لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما التقى السيد الرئيس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناول اللقاء موقف مصر الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على مساندة جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني. كما عقدت قمة ثلاثية ضمت قادة مصر والأردن وفلسطين.